رجل في المعتكف، هل يجوز له الخروج لموعد عقده قبل دخوله المعتكف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وترك أعمال الدنيا، تفرغ لأعمال الآخرة. إذا كان له موعد قد ضربه قبل الاعتكاف مع أحد فليعتذر منه وليؤجله إلى ما بعد العيد إذا كان يقبل التأجيل. أما إذا كان لا يقبل التأجيل وهو عمل ضروري فلا بأس أن يخرج لإنجازه، ولكن يحرص على الإسراع إلى العودة إلى معتكفه، ولا يرتبط بأعمال أخرى، لا يرتبط بمواعيد وأعمال أخرى بعدما دخل الاعتكاف. نعم.